مختلفه. هو فعلا يعني انا عايز امسك الخيط ده واقول هو انا مش عارف الفكر ان انا ارقع الوزاره، انا اسف في كلمه، لا ما هي تعبير ترقيع يعني هو تعبير فني طبعا، ان طبعًا. انا هي منظومه او قص ولزق يعني، او قص ولزق قص ولزق. الفكره دي اساسا فكره فاشله جدا جدا. ما هو انت هيتغير الوزاره كلها، لاني انا يعني ما بتكلمش على ان انا اشيل واحد واحط واحد. فين بقى السياسه الاستراتيجي الرؤيه؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ طب انت بتغير ليه؟ ما هو اسباب التغيير وما هو الهدف من التغيير؟ الشعب ما هوش عارف، الشعب في وادي والحكومه في وادي. انا لازم اعلن اطلع اقول ان اكمل بس حوار في الدخل عشان دي تحديد فضل. يعني انا بقول الرؤى تحديدا اللي بنقول فيها عايزين نعمل بعض التعديل الوزاري، وغالبا حتى اللي هيتعدل هيكون غير مرضي وهيسيب حضرتك ده يعني توقعاتي المجموعه المغضوب عليها ويجيب ناس اصلا خالص بخلاف المتوقع، ان هو نقول لما نيجي بعد كده نقول يا جماعه سيبوا الوضع ده بقالهم 4 شهور، هنحاسبهم ازاي؟ نديهم فرصه. فدي بتعتبر طوق نجاه للحكومه من المأزق اللي هي مفروض البرلمان بقى حضرتك يكون دوره الرئيسي ان هو يحاسب الحكومه على الاداء الهزلي والبرنامج الوهمي اللي محطوط قبلها وتغيب كامل من مجلس النواب الرقابي على اداء الحكومه. اتفضل يا هنيمي. طيب فانا بقول ان النهارده لازم يبقى في تغيير السياسه. انا قلت ايه؟ عشان اغير حكومه اطلع رئيس مجلس الوزراء يقول والله انا اسباب التغيير 1 2 3 والهدف من التغيير 1 2 3 كذا وفلسفه التغيير كذا. الوزير ده كانت المهمه بتاعته او الاوبجيكتيف او البلان بتاعه انه يعمل 1 2 3. الراجل ده اساء وعمل 1 2 3، واللي جاي المفروض هو هيكمل وهيعمل كذا كذا كذا. وكمان دي حاجه يعني الهدف من التغيير ده غير واضح بالنسبه لنا، الشعب مغيب، الشعب مش عارف انت بتغير ليه؟ واللي هتغيره ده جايبه فين الكاليبرز؟ فين معايير الاختيار؟ احنا مش شايفين خالص كشعب ايه هي معايير الشابلونه اللي بيجيب عليها في كل وزاره، معايير اختيارك ايه يا سيد رئيس الوزراء؟ ما نعرف. وبعدين انا عشان اقص والزق في نوع من انواع الهارموني انا متخيلها كده، واللاترال ريليشن العلاقات العرضيه بين الوزارات علشان اجيب 3 4 وزراء ولا 5 وزراء وادخلهم في وسط المنظومه بتاعه الوزاره كلها، على بال ما هم يبتدوا يتجانسوا ويتالفوا ويبقى في نوع من انواع الايه الوفاق او التوائم او التجانس العملي ويتالفوا مع اسلوب عمل. ده عايز له 6 شهور او سنه، ومين اللي بيعاني؟ الشعب اللي بيعاني. اذا انا اعتقد ان التغيير الوزاري واضح جدا جدا، بقالنا شهر واثنين وثلاثة فعلا احنا محلك سر. الوزراء بالكامل مفيش خارج لهم نهائي خالص، كانه متوقف امتحن ومستني نتيجة ما اعرفش، فهو فريز كده متجمد. ده بيأثر طبعا على الاداء والاداء المترهل، واحنا كمجلس نواب حقيقي زي ما قال خالد بيه احنا بعيدين كل البعد عن يعني الوزاره اللي فاتت دي. الوزاره اللي فاتت دي وكانها بتتعامل مع مجلس النواب نوع من انواع العدو، يعني وكانها تريد العدو تريد ان تقزم مجلس النواب طبعًا. امام الشعب وما بتعرضش وهي علشان تهرب يعني. علشان تهرب من المشاكل ومحدش بيحاسبها، لانه محدش بيشوف وزير ولا حد بيشوف رئيس الوزراء، بيشوفوا مين؟ مجلس النواب. فبتبصلنا الكوره وانت واقف في تسلل وتقول لك ده انت الغلطان.